مزبوط. أنا خلقت سنة 1942 بهذا العقد اللي أنتوا شايفينه، والسوق إلي بالنسبة إلي تاريخي، حياتي خلقت فيه هذا العقد، لازم أطلع منه. تعلمت في مدرسة الفرير وقعدت أفكر، طيب إحنا مش قادرين نعيش، شو بدي أساوي؟ فكرت رحت قلت لحياة الوالدة، قلت لها يما بدي أروح أدخل الدير، بدي أسير خوري. أنا من مصر، بحس حالي مش في إسرائيل. شو أقول؟ بحس حالي إشي تاني. شو معنى مش في إسرائيل؟ يعني مش في عفن المدن الإسرائيلية لما أنا أكون مرة فيها أو بدي أخذ شغلي أو كيف؟ بحس حالي وشعوري تل أبيب مثلاً ولا بسهل، وبشوف بالستين سنة شو نسبة التلف اللي صار عن شعبنا. أنا بشوف إنه شعبنا بطل، لأنه كل الظروف مهيئة لهالشعب إنه يتدمر، لكن هو صامد ومش متدمر ومش راح يتدمر. مدينة الناصر هي مدينتي، هي مدينة أنا بحبها كتير وبعتز فيها، مدينة عريقة تاريخية، أحياناً كتير برسمها وبحب الحارات والبلد القديمة الحلوة اللي بتذكرني بطفولتي. أنا كنت كتير بهديك المناطق وأنا صغيرة، فلما وقفت ورسمت كنت سعيدة كتير، ما حسيتش بالوقت كيف مرق علي. يعني أنا بعرف لما سافر خارج البلاد أتفرج واو ما أحلى هون وما أحلى هون، ما أرجع أفوت على الناصرة واو شو حلو، شو هدول الشجرات، شو هذا البيت. يعني وقت أكون مفتحة عيني بدي أطلق هاي الأشياء الحلوة، أضل فجأة أكتشف الناصرة قديش حلوة. مصر أجمل بلد في العالم، أحلى بلد في العالم، أقدس منطقة في العالم، ما بقبلهاش في كل العالم. بلد سيد المسيح عليه السلام، بلد البشارة، هون تبشرت ستنا مريم في قدوم نبي الله عيسى بن مريم، فمن هذا المنطلق بشعر أنه بلد السلام، بلد عيسى بن مريم رسول السلام. ارتباطي بالمحل عشانه قديم جداً، وطبعا بناء قريب 300 سنة، هذا مبني من زمن الأتراك. كل البناء هنا في كل المنطقة، من الجامع الأبيض للبنايات اللي بتحذيه للأماكن الدكاكين لمبنى السراير، كلها بنت زمن الأتراك،
وهي تعتبر المنطقة القديمة، السوق القديم للناصرة. السوق جاي معروفه تمركز الأخبار. أول خبر ما بيطلع بينتشر بالسوق، لأنه الناس بترتاد السوق لأعمالها لأشغالها لمشترياتها لمبيعاتها كل هاي الأمور، فالسوق هو مركز. كما نلتفت فيه في شيء يذكرنا بالماضي، إحنا شعب نعتز بالماضي. مرحبا أبو أشرف، كيف حالك أبو أشرف؟ حط لي 2 كيلو قطايف. قديش حسابي؟ الكيلو 12، 2 كيلو 24 منحني. يتفضل خيي، عاد عليك بخير. الله يخلي عمرك، خلي لك كل عام وانت بخير. استنى تحط لك اياهم بظرف كبير احسن مشان تخليهم يا الله. تفضل يا محمد. كيف عليك؟ انت بخير، ينعاد علينا وعليك. أنا صلي بالسوق 27 سنة، بحبوا السوق، زي تقول بلدي. تعالف إيه؟ كل شيء قريب علي، أهل السوق مليحين، طرات حلوة كتير السوق، طرات حلوة، وبلد مقدسة، جوامع، كنائس، من جميعه بعنين السوق. بعلم أولاد بناتي المحبة، يضل قلبهن أبيض لبعض، ما يحبروش على بعض، وبعلمهم هيك يضلوا حياتهم زي كيف زمان، ونضلنا يعني عايشين عيشة حلوة، يضلوا يحبوا بعض، ما يبعدوش عن بعض، يحبوا جارهم. ذكر مرة أنا بقول أبوي وأنا صغيرة الجمعة جاينا في فرصة عيد الإسلام، واللي هو بقول لي استحي حالك اسمه عيد الفطر. أنا نقصد، أنا مش قصدي إشي يعني. يعني حتى لو قال الواحد كلمة مسلم مسيحي يعني هاي مش فيهاش إشي، بس هو عشان بده يربيني يعلمني إنه فيش إشي اسمه إحنا إسلام ومسيحي، إحنا عرب فلسطينية. والله سكناي في البيت هذا اللي عمره 200 سنة بتعطيني نوع من الطمأنينة للجذور، لأنه أنا ولدت هنا أصلاً، يعني ولدت في هذا البيت في الغرفة اللي مقابل ظهري. العلاقة بين الليمونة والزهرة وزهرة المرجان اللي بتطلع عليها، هذا نوع من ذاكرة المكان، هذا نوع من أصل المكان، هذا نوع من تاريخ المكان، هذا جزء لا يتجزأ مني. الدار تبعتنا انبنت على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي عقود الدار المزات اللي اشتراها حياة جدي من عائلة المزات. عائلة المزات مش موجودة إسا بالناصر، يمكن تلاقي منها 1 أو 2. فوق العقودة هاي بنى الدار المقابلة، بعدين انبنت الغرف هاي، بعدين الليوان. الليوان هذا ورسوماته كان في أواخر القرن 18، في جامع من الناحية الشرقية اللي هو الجامع الأبيض، وفي كنيسة الكاثوليك من الناحية الغربية. احنا بنقول الحارة الغربية يعني حارة اللاتين، والحارة الشرقية يعني حارة الإسلام. في الغرب، الغرب شرق غرب عندنا، بعكس برلين الشرقية وبيروت الشرقية، عندنا شرق فيه إسلام والغرب المسيحية. '48 كانوا أهلي ساكنين حيفا، كانت خلقاني أختي اللي أكبر مني وأنا أمي حامل فيي، هجوا من حيفا للناصري. أجوا على الناصري، سكنوا في دير المطران. ليش سكنوا عند المطران؟ حتى هو ما كانش مطران، ما كانش فيه بالناصر مطران، كان إيش اسمه ريس. الريس كان ساكن في كنيسة الإلاي. شو يعني إلاي؟ من الكلمة اليونانية كليو، كليو يعني صومعة، فتحورت للعربي صار يقولوا إلاي. فأجت ست أم أمي بنت خوري، فأجت هي براس حامي لريس الدير، قالت له أنا بنتي أجت لاجئة من حيفا وبدي تسكن عندك في غرفة، فوافق إنهم ينطونا غرفة. كانت نادرة ستي لما تخلف أمي تطلع على ظهر الكنيسة وتغني، إحنا لأننا موجودين بالكنيسة. فخلفت أمي وجي الصبح،
فطلعت ستي على ظهر الكنيسة، في إلها طبعاً درج بيطلع لفوق، وقفت تغني أغاني مهاها تقول آيها يا ناس صلوا على النبي، بنت الكرام جابت صبي. فبنت الخوري واقفة على ظهر الكنيسة تغني يا ناس صلوا على النبي، بنت الكرام جابت صبي، ويا من يبشر أبوه تيعمل مولد للنبي. مزبوط أبوي كان موظف بالآي بي سي، لكنه كان لحاله بشكل خاص شخصي يتعلم التصوير، فن التصوير الفوتوغرافي. فلما أجى على الناصري وقالوا إنه إسا بدنا نبلش يعمل الصور، فأبوي طلعت براسه إنه آه ببلش أنا أصور. فصارت الناس تيجي لعنا على دير المطران بهالساحة الكبيرة يقعد الناس ويصورهن. فأول وظيفة كانت لأمي إنها تأخذ المسافة بين المنخار اللي قاعد يتصور والعدسة، لأنه ما كانش في إشي اسمه الفوكس، كان لازم بحسب بعد معين. الناصري في 48 كان عدد سكان الناصري 120 ألف نسمة. فتصور أنت مدينة أو بلدة اللي هي قرية كبيرة في الواقع يكون عدد سكانها 15 ألف، بين عشية وضحاها يصير عدد سكانها من الهجرة الداخلية اللي إلها 120 ألف. مثل نمتايل بالنسبة لقضية اللجوء وقضية التهجير وقضية التسلل إلى الوطن، كأنه أنت بتفوت على وطنك بالسرقة. مهجري الداخل مثلا عندنا هنا صفوري، المجادل، المعلول، هاي اللي طبط هنا في الناصري، اللي سكنوا في الناصري. قلت لك قبل شوي انه زاد عدد سكانها وصارت طفرة. سلام. يا أبا عرف. وين أنت؟ يلا. لغاية 1948 كان بسكن صفوري ما يقارب 7000 نسمة. وصفوري معروف عنها بلد غنية، عندها أراضي كتير، مياه كتير، عندها يعني مثلاً معاصر زيتون، مكابس زيتون. بلد عامري من ناحية الناس، ناس نشيطين، ما يقارب 2000 دولم بساتين موزعة في 4 مناطق. 48 هجمت صفوري في 15/7 اللي هي ليلة 16/7، وهجمت في الطيران طيارتين بدأوا يقصفوا. في اللحظة اللي أعلن المؤذن في صفوري عن الميدني ظهر الجامع للفطور، قبل ما الناس تبدأ بالفطور كان الطيران يرمي قنابل على صفوري، وقتل في هذه الليلة نتيجة لقصف الطيران لصفوري عدد من أهالي صفوري. استمر القصف وبدأ هجوم على صفوري، و انجبرت الناس تبعد أكثر، تطلع من الحارة، طلعت حول البلد بين الزيتون. ووجه الصبح كانت البلد محتلة. كوني مواليد 1935 كان عمري 12-13 سنة، يعني وعي هاي الأحداث كلها، عشت هاي الأحداث كلها، وبتذكر كل هاي الأحداث. يعني أنا بتذكر صفوري بكل شوارعها، بكل حاراتها، بكل زقاقاتها. و بأغلب الأحيان بشعر لحديت هاي اللحظة، أنا بتمر علي لحظات وكأني بعدني بهذاك السن وعايش بصفوري.
اهلا وسهلا ابو عمرو. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. شرف. تفضل. يلا. تحليك؟ لا. يلا. يا مرحبا. رجاء العادي. بدون ريحة، بدون كولونيا. بدون الخيط اللي بيطلع الشعر. كيفك ابو عمرو؟ كيفك شو؟ الحمد لله. كيفك ابو عمرو يا اخي؟ مغلبني. مغلق. نعيما يا ابو. كنت واحنا شباب صغار نطلع على شارع النمسا ونتبشى احنا اصحابنا، ناخذ معنا بطيخه مشان نشكحها في جبل النمسا فوق، نمشي من العين لجبل النمسا فوق للخنوق ونرجع، نرجع نخرف نقول لقينا اوتومبيلين بالشارع، صادفونا اوتومبيلين بالشارع، تاكسيات من تاكسيات ابو العسل، بينما اليوم في الدقيقة بمرق 20 أوتومبيل. أنا اشتغلت في الإحلاقة من سنة 39 كمان. لا أنا اشتغلت من 36. في 36 كان في واحد صفوري اسمه صالح أبو دبوس. إيه. تعرفوه؟ حق صالح. حق صالح. مكان ساكن هذا. ساكن هون بحارة الروح. دار شكحب. والدار بتجنن. دار شكحب هاي. كنت طالع فوق عند الجردوش. عمري الحقيقي بالضبط بعرفوش. بس أنا تعمدت سنة 21 وهي الشهادة بتدل على ذلك. لما كانت الرابعة ستشهر كان يجي أخوي قال شوف مسكر الصباح لما ما حدا يفتح. واعي أنت؟ لا مش واعي. أنا واعي الإضراب هذا. الإضراب ستشهر كانت الناس كلها مسكرة كذا يجي يحلق بالسر، نفتح الباب بالسر في البيت وأحلق له دخنه وأقف على الحارة مشان أحلق له دخنه. بس اللي كان يا وائل بالحسبة وخضرة وكذا ليكون بعرف أنا صالح مدبوس اسمي. إلي بشتغل في الحلاقة 73 سنة. لما كنت أفتح الدكان المحل عندي باب المحل كان 20-30 واحد يقولوا صباح الخير وهني ماركين. كان الشارع هذا مزدحم مثل باب العمود في القدس. عندي أربع أولاد، الولد الكبير بروفيسور في الفقه الإسلامي في الشريعة الإسلامية وتاريخ الشرق الأوسط في كندا، وانتقل السجيد قبل جمعة على أمريكا على أحسن جامعات كاليفورنيا، نسيت شو اسم الجامعة. هنالك أصوات تقول أنه الفلسطينيين ما تهجروا، هن هاجروا. هاي الرواية الصهيونية، هن هاجروا طوعاً. ما في إنسان بترك بيته طوعاً، ما في إنسان بترك ماضيه وبترك مستقبله طوعاً إلا ما يكون رغماً عنه. في صفوري تركوا الأكل، فحدا بترك العشاء على الطاولة طوعاً ولا خوفاً ولا تشرداً؟ هذا هو الاقتلاع. أنا مش عفوياً بشتغل بالقطايف، القطايف حلو والإنسان بيوزع الحلو دائماً بالأوقات المرحة السموحة الطيبة في حياته. القطايف هي أكثر وأحب نوع من الحلوى الناس عندنا بيشتروه. مجبور طبعاً يلزق العجينة، تلزق الحشوات طبعاً متعددة ومختلفة. مجرد إنه تكون قطايف مرتبط الإشي الناس برمضان، كلك برمضان أطيب. في ناس فكروا الصيام قاسي وتعب، هو تهذيب للنفس، هو استحضار النفس من أول أبو جديد. الإنسان بتتفتح فيه الخلايا الطيبة، خلايا اللي بتقصد الإنسان للإنسان، الإنسان اللي معه للإنسان اللي ما معهش، يرجع لجذوره الطيبة للفطرة السليمة. هذا هو رمضان. وقلنا
قلنا ما نذر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هل احلى انه احنا نعرف مسبقا وانت رمضان اليوم مثلا بس كذا بالشهر ونصومه ولا نضلنا في وضع الهلال انتظار الهلال؟ الهلال مش من منطلق ديني قد ما هو من منطلق شعبي. قصة الترقب والانتظار بقصة رمضان فكراش موضوع هوية، خصوصا اليوم بعد ما انت بتعرف نشرة الجوية من ولا جمعة، وانت بتعرف قديش كمية المطر اللي بتنزل. ضللنا هالرمضان ضلنا في حالة ترقب، وهذا الشيء فيه شيء من المتعة انك انت تترقب الموضوع قبل ما يجي. يعني بيجيش بنفس الطريق، لا عشان هيك في تغير بيه. هون الروعة اللي فيه. انت مبسوطة عشان بتسوقي يا كبري؟ مبسوطة يعني شو؟ تيجي تطلع تقول لي عطشانه عطشانه عطشانه، اقول لها استني تيقدم الشيخ بتشربي. اساسا بالسوق القديم بتغلش تميزي بين بيت مسيحي وبين بيت مسلم، لانه الناصر يعني اولاد الناصر بيعرفوا بعض. اه مزبوط. اه ما كانش في مجال انك تفرق انه هذا مسلم ولا مسيحي ولا لا ما فيش الناصر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ليش شو شبرات؟ لا خلاص شو شبرات؟ هاي صاحبتنا كنورية بتسومه عم حبي، وهي صغيرة عايشة معانا بيت مسلم، زي تقول بين مسلم بين مسيحي عايشين إحنا مع بعض. الدافع إنها هي وبناتي بسومه بفطروا محبي محبة، إنه ما فيش شيء مش مفرقة بين مسلم بين مسيحي، نبدأ تشاركنا بجونا. مظبوط، البلد هي بلد المسيح، لكن إحنا في قلب البوتقة في الثقافة الإسلامية، كلياتنا مع بعض، والثقافة والحضارة تبنى سنة ورا سنة وجيل ورا جيل وألفية ورا ألفية. إحنا بنينا هي الحضارة، الحضارة الإسلامية ما أجتش من فراغ، قبلها كان كمان في حضارة بيزنطية ما شائعة هون. العلاقة اللي بين بيت أختي وبين بيت دار أبو عرب علاقة جداً مميزة، علاقة رائعة راقية جداً. مش كونهن مسلمين مسيحيين أفطروا ما أفطروش، لكن أنا أذكر دائماً ما أنت دائماً حتى الريحة الحلوة بدك شوية تهزها هيك عشان تفيح هاي الريحة. كل سنة برمضان بتنهز هاي العلاقة، بتطلع عبقها في مناخيري، بتطلع عبقها في عقلي، بقول ما أروع الإنسان وهو يحب. نبيلة أختي كانت مريضة وكان في عندها وجع بعينيها، والوجع طول كتير، وتروح على المستشفى وترجع من المستشفى وتتعالج وما فيش حل للموضوع. وقتها كان طلع بالآخر كان نوع فيروس اللي كان صعب يتغلبوا عليه. مرة كانت تزورها يعني تطل عليها أم عرب، بتقولها يا نبيلة بدي أندرك، وافقي معاي إذا كان بتطيبي كل سنة برمضان تصومي يوم وتيجي تفطر عندي. وهكذا كان، نبيلة طابت وبديت من سنة 76
تصوم كل سنة يوم وتطلع تفطر عند دار أبو عرب. صايم وحد الله قوموا عسحوركو رمضان جاي يزوركو قوموا سبح مولاك واللي خلقك ما بنساك قوموا عسحوركو رمضان جاي. في الحقيقة أنا عشقت التمثيل وأنا عمري 6-7 سنين. كانت حياة الوالدة تعلمنا على مسرحيات في الفرنساوي وكنا نجود فيها يعني لأنه كانت ولو أنه ما كناش نفهم كتير هذا أما كنا نحكي فعشت التمثيل وكأنه في دمي. يا صليم وحد الله هو أسهرك رمضان جايزك يا إنسان قوم سبح الرحمن. في عروض كانت تاريخية مثلا الملك أوديب والبخيل لمولير وفي طبعا الاسكتشات اللي في اسكتشات هزلية وفي اسكتشات عادات الناصري يعني مع حياة المرحوم مارون أشقر مثلنا 4 اسكتشات عن الناصري وعن عين العذراء كيف هدوا وكيف قلبوا اللي كان حياة الناصر عين العذراء كان حياة الناصر. البابور جزء من الناصر من جمال الناصر ذكريات حلوة فكنا نتردد علينا نحن صغار فنيجي على ساحة البابور نشوف القروية نشوف اللي جايبين الخضرة الملوخية اللي جاي يشتري غرال جاي يسمد البرغلات جاي يسمد الفريكة جاي يسمد الزعترة. لما بفوت عليه بركش كلبي ما نبسط لما بشوف العمار القديم بشوف المطاحن القديمة بشوف الأطارات القديمة هاي بترجعنا لورا 50 سنة و 45 سنة اللي هن فيش أجمل من كانت حياة بسيطة حياة فقر حياة قلة لكن فيها طمأنينة أكثر فيها جمال جمال خفي. لما بيجي بيسألوني السواح أو الأجانب أو ضيوف الناصري وين البابور بشرح لي إياه بقولهم تمرقوا شائل الحيط طويل طويل بسيط قديم فيه باب صغير تشتموا منه رائحة الزعتر فبطحن دائما زعتر وبضل يدفع ريحتهم الزعتر ورمز رمز إن العرب ارتباطنا بالأرض فبفوتوا بدخلوا عن هذا الباب الصغير باب التواضع بين الإنسان بيحن ظهره كأنه فايت على محل له قيمة له تقديس. إحنا حافظنا على تراثنا في عاداتنا وتقاليدنا في تصرفنا مع بعضنا هنا
احنا شو توارثنا من ابائنا واجدادنا واقاربنا، احنا بعد مترجم على ارض الحياه ارض الواقع، مشان هيك احنا بنحافظ على شغلاتنا. يا رايحين ع حلب حبي معكم راح، يا محلمين العنب تحت العنب تفاح، يا رايحين ع حلب. قسم كبير من عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ما زال شعبنا متمسك فيها على مستوى علاقات، على مستوى الجمهور، على مستوى الشارع. أنا باعتقادي الأشياء اللي بقيت هي أشياء متحافظ عليها، أشياء كثير وثمينة جدا، وكلها بتأكد على إنه الناصري حافظت على شخصيتها الفلسطينية ما ضعفت للآخر أمام كل المؤامرات اللي تحطت من أجل تهويدها. كل من وليف ومعه وانا والي فراح، يا ربي ناس نتهاوى ترد الولف ليا. العتب اللي بتدعس عليها، الشباك اللي انت زارع فيه نبتة الحبك، هي علاقة روحية، هي علاقة عضوية فيزيائية روحية مع بعض البعض، مخربطة بشكل رهيب. هذا هو الوطن، تاريخك، كيانك، وجودك، حاضرك، ماضيك، مستقبلك، وهذا الأهم. مستقبلك هذا الأهم، مستقبلك اللي فيه مؤامرة كبيرة عليه، مستقبلك اللي في مؤامرة لاقتلاعك من هاي البلاد. حلفتكم بالنبي والنيني ميتكم، ميت معين العذراء شرب النصر وياه عرقوا زلا كل هنا فيها. أحيانا أشعر أنه المؤامرة علينا أكبر من حجمنا بكتير، أكبر من حجمنا بكتير، ليس فقط نحن كأقلية قومية منعيش داخل هذه الدولة، وإنما علينا كفلسطينيين في المناطق المحتلة 67 وفي فلسطيني الشتات. المؤامرة هي أكبر من حجمنا، وما يميزنا هو أنه عندنا ذاكرة للنسيان، حتى لو نسينا نذكر. في سياسة رسمية هي بتخطط ضد الناصري، مثل نقل كل المكاتب الحكومية وإلى آخره من الناصري إلى نصرات عليت. نصرات عليت يعني بيقولوا إحنا بنقول الناصري العليا، هي نصرات عليت، هي لا هي مش الناصري العليا، ولا مرة بتكون الناصري العليا. حياة أبو الأمين تفيد ليات كان يجلم أن يسمع نصرات لي، يعني أنا تحديد. أنا من السوق القديم ومن النبات والخل، أنا من بير الأمير، ابني وائل مسيحي. أول ما دخل راح على أمريكا يتعلم، دخل وتعلم تاريخ الشرق الأوسط، بعدين تحول للشريعة الإسلامية. يحب يسمع القرآن الكريم، يشتري القرآن ويقعد يقرأ. كان يقرأ القرآن عندنا في الثانوية أكثر ما يقرأ الإنجيل، مغرم في القرآن. بقول لك القرآن هو أساس اللغة العربية. Thank you.
هذا الزلمه تعلم عندي سنه 50 مزبوط ولا مش مزبوط؟ مزبوط هذا معلمي، هذا تعلم عندي لاكه سنه 50 مزبوط، يعني صار له 60 سنه كان عندي مزبوط، مزبوط ومن احسن الشباب كان. السلام عليكم يا عم. مرحبا عمي وسام، كيف حالك؟ شو سمعت انك معلم في الطاولة؟ يعني بقولوا يا تعتم لعبك تفضل يلا. هاي 30 عشان حالك و40. أنا لما أجيت قبل 60 سنة من أي بلد بالعالم وأجيت على البلاد هون على مثل ما يقال أرض بدون شعب، جابوا شعب بدون أرض حطوه بلا أرض بدون شعب، ما بقدر الشعب اللي أجا مبارح قبل 62 سنة وقعد بالبلاد يبني حضارة لدرجة تطلع معاه حبة الفلافل. حبة الفلافل مش إشي بسيط إن أنا نقدر نمرقها للناس. هذا منين جايبه؟ هذا من اختيار يا صفوري، هذا يكون باز لحياة مصطفى سليم الموعد أبوه لعب الموعد. أنت عندك صندوق سبت عروس؟ صندوق عروس سبت عروس أنا ثلاثة فيه. سنة 70 أنا كنت معلمة في عين ماهل، وطبعاً ب28/9 مات عبد الناصر. كان كل خمس دقايق يجي على الصف عندي موفد من الإدارة يشوفوني إذا كان أنا عم بنشد مع طلابي ولا لا. كان ممنوع علي إن أحد. طبعاً أنا يعني رفضت كل، قلت لي إيش كنت ساوي أنا مش قادرة ولا أحمل أكورديون، أنا كنت أعزف على الأكورديون ولا أنشد. كان مين يسترجي يقول كلمة فلسطين هون؟ مين كان يسترجي يرسم العلم الفلسطيني هون؟ تغير الوضع للأفضل من مدارسنا وطلابنا في حينه يجبروهن يحملوا علم إسرائيل ويغنوا لإسرائيل، تبدلت الحالة صارت طلابنا وشبابنا يحملوا علم فلسطين ويهتفوا بحق العرب. هذا تطور هائل. كل ما شفت صدر إسا بتذكر وأنا أعمل كتابي الأولاني عن الأغاني الفولكلورية النسائية لخطوة الزواج، قلت لك وقتها عرف لي إيش هو الكرم. فوقتها أنت قلت لي كان يقول أبوي إذا كان السيف مش معلق بزردة الصدر ما اسمهش كرم، يعني الكرم بده قوة، اللي يكون ضعيف وبكرم ما اسمهش كرم، هذا اسمه خوف، من خوف من اللي جاي لعنده بطعميه، أما القوي إن كرم هذا هو الكرم. معروف انه انت لما عندك رسالة وطنية وبدك تطلعها في الرسم تعبر عنها في الرسم بتكون لوحة هي اكثر من يمكن مرات يعني بتوصل للمتلقي اكثر من كتاب كامل، لانه فيها تعبير دغري بدخل للمتلقي وبأثر فيه لما تكون هي اللوحة عليها قيمة فنية ومعنوية كبيرة. فيعني هي كمان سلاح من أسلحة النضال. الرسام الحقيقي دائماً أنت بتشوفي بلوحاته شخصيته، يعني كيف الألوان اللي بيختارها، الخطوط، اتجاهات الخطوط، أي إشي بقلب اللوحة بتشوف فيه شخصية الرسام. مثلاً من اللوحات اللي أنا استعملتهن وفيه من وراهن هدف سياسي، من قبل 25 سنة رسمت لوحة صبرة وشتيلة. في مثلاً لوحة تانية اللي رسمتها على الناصري لما كان في ناس من خارج المدينة تدس بين أهل الناصر وبدها تعمل انشقاق بين سكان الناصر، فرسمت
رسمة اللي فيها رمز للناصري وحواليها زي السياج عالي هيك كأنه صور خانقها وفيها كمان منشوف زي طير هيك جناحاته من كسر هيك يعني متأسف إنه إيش اللي عم بيصير وفيها رمز للعراقة والأصالة اللي بالناصري وللتراث اللي بالناصري. مرة في إحدى مؤتمرات صهيونية هرسل لما كذب الكذب الكبير وقال إنه فلسطين أرض بلا شعب فشعب بلا أرض، وقف واحد من حضور في المؤتمر وقال له ناقش وقال له أنا كنت في الناصري ورحت على كفر كنا ومرقت من بلد اسمها الريني وبلد اسمها مشهد وفيها ناس فيها طوابين فيها دخان ناس بتخبز ناس راكبة على حمير وفيها سكان. قال له مزبوط لكن ما إلهنش تراث، عشان هيك أهمية هاي الأدوات اللي استعملت وإبياتنا وجدودنا عاشوا مئات السنين نتيجة لاستعمالها وكانت هي مصدر الرزق مثل عود الحراث ولوح الدراس والأخري. هذا الدست يمكن يكون هذا للطبيخ، هذا الزيت للطبيخ، بس هو الدست عادة للغسيل في حلي. كل هاي أحجام مختلفة. أنا بدأت من فترة من حوالي يمكن 30 سنة 25 سنة 30 سنة وبدأت كل ما صار لي شغلي غريبي أحطها جرب. بعد فترة كان عندي مجموعة واليوم عندي أنا حوالي 600 قطعة من هاي الأدوات. هاي الأدوات إلي شخصي، أما أنا بسخرها لعمل الجمعية جمعية صفوري جمعية العودة لصفوري. هذا السنفوار كان مثل الترموس، الترموس اللي اليوم بنستعمله الفكرة فيه ينحط هون الفحم المولع طبعاً وهون ينحط القهوة أو الشاي عشان يضل سخن، ولما بنستعمله دائماً يكون في حالة إنه هو سخن وننزل طبعاً من هون في له حنفية المفروض. صح مضبوط. هذا اللي كنا نسميه سبت العروس. كل هذا الحديث، كل هذا الشرح، كل هاي الأدوات، كل هذا التحرك، كل هذا النشاط وبيأكد وبعزز الهوية الفلسطينية لشعبنا في هاي البلاد. أنا مقتنع 100%. كل هذا التراث اللي خلفه أبي، كل هذا أنا محتفظ فيه. ليش؟ لاحتفاظي في الجذور. حتى أقول لك إنه جذوري عميقة، مش جذوري أنا شخصيا، كمان جذور شعبنا بالأكمل هي جذور عميقة. لذلك اللي ما تهجروا، اللي ما هجروا كانوا الأقلية، ولكن هاي الأقلية اللي كانت بحدود 150-160 ألف في 48 أصبحت 1,200,000 ألف اليوم. فكيف تريدني أن لا أعتز بالمكان الذي أنا أعيش فيه؟ أنا أغني إذن أنا موجود. ليش؟ الأغنية تحافظ على الفولكلور، الأغنية هي الخزنة اللي أنا بضب فيها كل الأشياء الثمينة اللي عندي. الأغنية تتعدى كونها كلمات ولحن، الأغنية هي أنواع اللبس، أنواع الأشياء اللي بستعملها، نمط الحياة. من الأغاني اللي يقال إنها هي كمان نشأت في الناصري أغنية اللي بتقول بنار الهجر يا إبراهيم سميت الكتاب أغانينا النصروية شامية وجاي من الشام.
الفولكلور ليس حدود سياسية، الفولكلور منطقة جغرافية، لكن بضل خصوصية المكان. كيف؟ أنا مثلاً عندي غنوية على الروزنة. الروزنة أنا طبعاً يمكن فيش مجال إسا نحكي قصة شو يعني على الروزنة، بس هي أغنية نشأت في سوريا ولبنان سنة 1800 وإشي، لما أجا الجراد وأكل، صار في مجاعة في سوريا ولبنان. أنا بالناصر كيف بغني على الروزنة؟ بقول يا رايحين ع حلب صفوا لنيتكم، تلتين عقلي شرد في هوا بنيتكم، حلفتكم بالنبي ومنين ميتكم، ميتنا عين العذرة شرب النصروية. يا رايحين ع صفا صفوا لنيتكم، تلتين عقلي شرد بها وبنيتكم، يا رايحين عصافا. ويا عذر عليك السلام حدادي حدادي. العذراء لها علاقة في الناصري، علاقة وثيقة جدا. أولا البشارة كانت بالناصري ونفحة من روح الله والروح القدس وإلى آخره. والبشارة هي لما تم تبشير العذراء بواسطة الروح القدس في قدوم مسيح مخلص. البشارة تعني لي النور، البشارة تعني لي الروحانيات، البشارة تعني لي معجزة الإنسان النصراوي الحالي التي يجب أن يعيشها ويجب أن يداوم العيش معها، ويجب عليه أن يكون من أحفادها، أحفاد هذه البشارة، مسلما كان أم مسيحيا. من هون ينبعث السلام لكل العالم، عشان هيك فهي بمجرد تقديسها وأن إنسان متدين بلد نبي، وعائلة الأنبياء ستنا مريم وبني عمران كلهن إلهن ارتباط في هاي المدينة الجميلة. إحنا رمضان نشعر إنه بيجوا إن المسيحي واليهودي والغربي بتمتعوا بإنه يشتروا ونتعامل معهن ومنطعميهن وكل شو بنشرح لهن شو رمضان بيعني لنا، وعن طريقه إحنا بنبعث هذه الرسالة لكل شعوب العالم يعرفوها. من الناصرة بلد السيد المسيح بلد السلام، إحنا بننطيهن السلام من هنا، منبع السلام هنا عن طريق رمضان. وحلو رمضان والتعارف بيناتنا والعلاقة بين كل الشعوب اللي خلقت على الأرض. لا شك بشهر رمضان منحس إنه المدينة هون بتتغير ظروفها، منصير نشوف الزينة والدكاكين كل الحلويات والثياب والعجقات هاي، بتحسوا إنه يعني ببلشوا يحضروا للعيد من أول الشهر. وللجمعات الحلوة يعني أنا بنعزم عند صحباتي المسلمات وقت الإفطار، وبتحس إنه جو عيد جو فرح. لا شك إنه شهر مميز وبيكون حلو كتير، فبيكون جو خاص يعني بتميز عن بقية أشهر السنة. الدين هو مكون، أحد مكونات الهوية، زي ما القومية، زي ما الوطنية، زي ما اللغة، كمان دينك ببلور أحد مكونات شخصيتك، أحد مكونات بلورة شخصيتك أو هويتك. لا شك أنه رمضان هو يحافظ على الشعور بالانتماء، فبالنسبة لي الصيام له هدف اجتماعي. وجود المسيحيين والمسلمين بقلب هاي البلد، هذا أعطى هذا وهذا أعطى هذا، كل واحد مرق للتاني من مفاهيمه. مظبوط إحنا كلياتنا في عنا هاي الثقافة الإسلامية، بس كمان كل واحد حامل معاه من ممارسات دينه، من ألحانه، من رؤيا لهاي المواضيع. نحط هذا على هذا، سوا عنا هذا الخليط الرائع. جو رمضان أنا مبسوطة فيه كتير، أبونا جو حلو بين الجيران بين الإخوة بين الحبايب. أنا يوم بتلملم كل القرايب والحبايب، نقعد سوا نتخرف نتحدث بنلعب بناكل بنشرب نتسحر ومنفوت، كل واحد بيروح منفوت بندب راسنا منهم. والله الاجتماعيات في شهر رمضان المبارك أول إشي بتجمع الكلوب مع بعضها البعض، أصحاب مع بعضها البعض، العيال حتى لو كانت العيال متزعلة مع بعضها البعض بتتصالح في هذا العيد، القعدات مع بعض البعض، الأكل مع بعض البعض. يعني اللي بوكل من صحن صاحبه أو جاره بيصير كأنه أخ له.
أنا اليوم بدور على أي ممارسة، إن كان على الصعيد المحلي في قلب الناصري ولا على صعيد العالم العربي. أنا بدي إشي من غيمة يجمع كل الناس على إشي واحد. كلنا بدنا نستنى الشهر عشان نرصد ونبلش نصوم. أنا بالنسبة لي فيش عيد، أنا بالنسبة لي ما في عيد. يعني كيف ممكن أنا أحس بعيد وأهلي 80% 90% أكثر من 80% بريت هاي البلاد، بريت فلسطين التاريخية، إني لاجئين. كوموا على سحوركم، رمضان جاي يزوركم.